اهلا وسهلا بكم. سبحان الله، وفي انفسكم افلا تبصرون؟ عظمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني حتى في خلق الله سبحانه وتعالى للانسان، لو جينا نفكر حاجة عجيبة جدا. يعني انت حضرتك مثلا كمثال، القلب بينبض، انت مش حاسس ان هو بينبض وشغال ازاي، الامعاء شغالة والقولون شغال، وانت مش حاسس باي مشاكل خالص. النهاردة عايز أكلمكم عن المصنع، أكبر مصنع بيقوم بحوالي 500 وظيفة. مفيش مصنع في العالم كله بيعمل الوظائف اللي بيقوم بيها المصنع اللي في جسمنا اللي هو الكبد. أكتر من 500 وظيفة، حاجة رائعة وحاجة مذهلة. يعني الكبد لو جينا نقول بحاجات ببساطة خالص، هو المصنع اللي بيحافظ على حاجات كتيرة جدا في جسمنا. يعني انت وانت صايم تبص تلاقي الكبد يطلع سكر علشان يبدأ يظبط السكر الموجود، تلاقي الديتوكسفيكيشنز اللي مثلا الموضوع اللي هو السموم والحاجات دي كلها، بتلاقي الكبد برضو من الحاجات اللي هي بتبقى مسؤول عن الديتوكسفيكيشن، يطلع السموم والحاجات دي كلها. بتلاقي الكبد برضو بيصنع حاجات مهمة ومفيدة وعمليات في الجسم لا حصر لها. الكبد وظائفه كبيرة جدا، وسبحان الله المعلومة الجميلة جدا ان الكبد بيقدر يعمل ريجينريشن لنفسه. لو حصل فيه التهاب ولا حاجة، هو بيلم نفسه، بس بياخد فترة، ياخد سنتين ثلاثة على ما يبدأ يلم نفسه. فالكبد لوظائفه كتير. الحاجة اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة اللي هي الدهون اللي على الكبد. الناس فاهمة إن الدهون اللي على الكبد دي، اللي هي الدهون اللي إحنا بناكلها، هي اللي بتعمل دهون على الكبد. دي معلومة طبعاً، حتى تروح لدكتور يقول لك قلل الدهون في الأكل شوية. الموضوع مش كده خالص، بالعكس، هو الدهون لما بناكلها ما بتصيرش البنكرياس إنه يطلع أنسولين. طيب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن سعادتك سبب الدهون اللي على الكبد هي الانسولين. طب ازاي؟ ايه علاقه الانسولين بالموضوع؟ الانسولين ده سعادتك اللي هو بيجي يحول الكربوهيدرات اللي بناكلها لدهون في الكبد. فكل ما زاد الانسولين والكربوهيدرات، كل ما بتاكل سكر ونشويات وكده، يحول السكر والنشويات دي الى خزين للدهون على الكبد. فطبعا المشكلة بقت في الانسولين نفسه. ازاي انا اقلل كمية الانسولين اللي بتفرز؟ ولذلك دايما مريض السكر يقول لك ده عنده دهون على الكبد. مريض السكر تلاقي عنده دايما دهون على الكبد، وخصوصا النوع الثاني اللي هو اللي بيكون سببه مقاومة الانسولين. الانسولين بينتج، هو بياكل كتير، فكل شوية الانسولين عمال يطلع، عمال ياكل طول اليوم وياكل حلويات وحاجات كده، فيقوم الانسولين يطلع عشان يحرق السكر ده، يجي يشتغل يلاقي فيه مقاومه موجوده، يجي يفتح الباب عشان السكر ده يدخل جوه الخليه، يقوم لاقي ايه المقاومه موجوده، يقوم اللي رايح للبنكرياس تاني زود لي كميه الانسولين عشان نعرف نفتح، تيجي البنكرياس يطلع شويه انسولين اكتر. مع الوقت هوب اتجمع كله الانسولين، اتجمع بكميات كبيرة، وابتدى يحرق، يحول الكربوهيدرات والسكر والحاجات دي كلها للدهون. يعني القصة مش قصة ان الدهون هي السبب اللي بيتجمع في الكبد، لا، ده هو الانسولين السبب. طبعا لما نيجي نفكر في حل موضوع زي ده ببساطة خالص، ان احنا هنقلل النشويات والكربوهيدرات والحاجات دي كلها. طيب وبرضه في نفس الوقت نزود اكل الخضار، اكل الخضار، الخضار الكتير، وده الحل الوحيد اللي هو طبعا الناس اللي بتشرب الكحول او حاجه زي كده، بالنسبه للدول الغربيه اكتر طبعا بيوقف لازم الحاجات دي كلها. الخضار زي البروكلي والارنبيط والكرومب والحاجات دي كلها، والخضار عامه من الحاجات الممتازه جدا واللي فيها حاجات انتي اوكسيدنت، والحاجات اللي بتساعد في موضوع الدهون اللي على الكبد، بجانب طبعا تقليل الكربوهيدرات النشويات نهائي.
لغايه ما الكبد يبدا يستعيد عافيته تاني ويرجع بصحه اقوى. برضو في بعض الحاجات والادويه اللي بتسبب التهاب الكبد، وطبعا الفيروسات زي الفيروس الكبدي البي و سي والحاجات دي، والادويه زي ادويه الكوليسترول اللي الناس بتاخدها عشان مرض السكر وبترفع احيانا لخمسه فولد. علشان كده دايما النصيحه اللي بياخد دواء كوليسترول حتى لو الدكتور ما قالوش يعمل كوليسترول كل 3 شهور ل 6 شهور اللي يعمل تحليل مع الكوليسترول انزيمات الكبد اللي بياخدوا الدواء، واللي هو لما فر منه انه ياخده لو حالته تستدعي ذلك. فببساطه خالص ان احنا الاكل الصحي هو العلاج الوحيد، ونفهم من الموضوع ان الموضوع الكبد ما بيقدرش بيفضل. المعلومة الغريبة بقى انك انت ممكن ما تحسش باي اعراض لغاية ما يحصل تليف في الكبد، وبنسبة 90% الكبد لما نشاطه بيقل يعني ممكن 10% بس الكبد يبقى شغال وانت ما تحسش باي مشاكل، يبدأ يقل بقى بعد 90% يبدأ الكبد تبدأ تحس بالاعراض بقى، الالام، الاجهاد، الصفرة اللي بتيجي ممكن في العين، الحاجات اللي هي بقى الديكومبنسيشنز اللي بتحصل، مشاكل الاستسقاء ومشاكل التليف والحاجات دي كلها. فطبعا ده بتاخد وقت وبياخد وقت كبير انه يحصل، فاحنا مش عايزين ان احنا نلجأ للحاجة دي بعد ما تكون العملية بقت صعبة في العلاج. الانزيمات الكبد مش شرط انها تكون عالية عشان نشخص بيها الدهون، لكن الاكتر منه اللي هو الأشعة الالترا ساوند، هي دي اكتر حاجة بتبقى مور سنسيتيف. الأشعة الالترا ساوند ان انت ممكن تلاقي في دهون موجودة، ودي من الحاجات اللي ممكن نشخص بيها. وزي ما قلنا العلاج وقلنا التشخيص، الحاجة البسيطة خالص اللي هو زي الالترا ساوند وحجم الكبد يبقى فيه تضخم شوية، وده طبعا موضوع سهل لأي حد انه يعرفه، لكن ان احنا ما نسيبش الموضوع يتراكم 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 ويعمل مضاعفات. دي معلومة حبيت ان انا اوصلها لكم، وارجو انها ان انتم تستفيدوا بيها. وطبعا زي ما بقول ان المتابعة مع طبيب متخصص يكون فاهم في القصة دي كويس هيبدأ يديك العلاج الصح. والعلاج الصح زي ما احنا قلنا الخضار، نقلل الكربوهيدرات، ده رقم واحد. ده هنمنع كده، لو احنا بتنين نقلل الكربوهيدرات وعملنا الاكل الصحي هنمنع موضوع الدهون ان هو يحصل. تحياتي ليكم وشكرا ليكم، واشوفكم قريبا في فيديو تاني، وما تنسوش المشاركة على اليوتيوب علشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة. اشكركم، شكرا جزيلا.